ياسمين المسلماني الجميل اللي عملته على منتجات العناية بالبشرة والشعر بعد ما عانت من مشاكل كتير في البشرة والشعر، وقدرت ان هي تستنتج او تعرف منتجات كتير للعناية بالبشرة والشعر، وقدرت تحول ده لمشروع ليها. اتمنى ليها كل النجاح والتوفيق وكل الصحة والعافية. فيديو النهاردة هنتكلم عن المرض النادر اللي عانت منه ياسمين، هنتكلم عنه بالتفصيل، عن الاعراض، عن التشخيص، وعن كل شيء ان شاء الله يخص متلازمة كوشنج. السنة المفرطة، تساقط الشعر، حبوب الوجه، كل دي أعراض لمرض نادر بيجهله الكثير من الأطباء. هنتعرف مع بعض النهاردة إن شاء الله على باقي الأعراض وإزاي نقدر نشخصه، وكمان إيه أسباب المرض ده. تابعوا الفيديو الآخر إن شاء الله تستفادوا منه. مرض كوشنج او متلازمه كوشنج، وهو مرض بيكون نتيجه لارتفاع نسبه الكورتيزون في الدم، وبيسبب اعراض كتير جدا بيجهله الكثير من الاطباء، مش لقله خبرتهم او لعدم معرفتهم بالمرض، ولكن لان المرض ده ملوش عرض مميز، بمعنى انه اعراضه كلها متشابهه مع اعراض مختلفه كتير لامراض كتير، زي مثلا السمنه المفرطه، تساقط الشعر، حبوب الوجه، زياده في شعر الجسد، عدم التركيز، تراكم الدهون في الجسم وخصوصا في منطقة الوجه والرقبة، واللي بيسموه بعض الأطباء وجه القمر، لأن الوجه بيكون مستدير بشكل يشبه القمر يعني إلى حد ما، تعب وإجهاد مستمر، آلام في العضلات، آلام في العظام، ممكن يؤدي في مراحل متأخرة لصعوبة الحركة وصعوبة المشي، ظهور كدمات تحت الجلد، واكتئاب وتوتر وتقلب في الحالة المزاجية، صعوبة التركيز، صداع، ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر في الدم، ضعف المناعة، وعند النساء بيسبب عدم انتظام الدورة الشهرية. ومن الصعوبات كمان اللي بتواجه الأطباء في تشخيص المرض ده، إن السمنة اللي بيسببها مرض الكوشنج أو متلازمة كوشنج بيكون نتيجة لإنه المريض بيكون عنده شهية عالية جدا، بيكون عاوز ياكل أي حاجة، لإنه ببساطة الكورتيزون، واللي اتحرك بالكورتيزون قبل كده عارف كويس جدا ان الكورتيزون بيمنع الاحساس بالشبع، بيخلي الشخص اللي بيتعالج بيه او اللي عنده نسبة كورتيزون عالية في جسمه دايما حاسس بانه جعان ودايما عايز ياكل. فمعظم الاطباء بتتعامل مع مريض كوشنج في البداية انه عنده سمنة، وكل اللي عليهم انه ينظم اكله وبس، وبطلوا اكل محشي وكلام من ده كتير، وده الحقيقة بيزود الاكتئاب اكتر عند المرضى والحالة النفسية، لانه ببساطة حاسس انه مش طبيعي، انه بياكل مش لانه عايز ياكل، لانه مش حاسس بالشبع، حاسس انه لو اتحط قدامه خروف ممكن حرفيا ياكله. اسباب ارتفاع نسبه الكورتيزون في الدم بيرجع لاكثر من سبب، واهمهم او السبب الرئيسي فيهم هو وجود اورام في الغده النخاميه والمفرزه لهرمون منشط للغده الكظريه علشان تنتج الكورتيزون بنسبه اعلى. عارفه ان الكلام كبير شويه، لكن هحاول ابسطه علشان كمان لما نيجي لمرحله التشخيص والتحاليل الخاصه بتشخيص المرض يكون الموضوع سهل ومبسط بالنسبه لكم. الغدة الكظرية هي الغدة المسؤولة عن إنتاج نسبة الكورتيزون في الدم، وطبعا بتنتجه بنسبة معقولة أو بالنسبة اللي بيحتاجها الجسم. الغدة النخامية وهي غدة موجودة في الدماغ وبتفرز هرمون بينشط الغدة الكظرية علشان ينتج نسبة أعلى من الكورتيزون، فلما يكون الهرمون ده عالي عند المريض معنى كده إنه منشط الغدة الكظرية وإن نسبة الكورتيزون في الدم هتزيد. طب ارتفاعه مرتبط مش بس بالغدة النخامية، بأماكن مختلفة من الجسم ممكن تكون كمان هي المفرزة للهرمون ده اللي هو اسمه الـ ACTH، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في التشخيص. قبل ما نعرف ازاي نشخص المرض، حابة بس أأكد ان مريض كوشنج او متلازمة كوشنج مش شرط يعاني من كل الأعراض اللي اتكلمنا عنها، ممكن يكون بيعاني من عرض او اتنين او اكتر من الأعراض دي. زي ما قلنا، مرض كوشنج من الأمراض الصعب تشخيصها، مفيش تحليل معين نعمله كده ونقول ده شخص مصاب بمرض كوشنج او لا، ولكن في مجموعة من الاختبارات بتتم علشان نقدر نحدد هل المريض ده مصاب بمرض كوشنج او لا، وعلشان نعرف كمان ايه سبب زيادة نسبة الكورتيزون في الدم. من اوائل التحاليل اللي بيتم اجراءها وهي تحليل نسبة الكورتيزون في الدم او اللعاب، وده بيتم في وقت معين من اليوم، يعني في ساعة معينة اللي بيكون فيها نسبة الكورتيزون اعلى قيامة، علشان نعرف اعلى نسبة للكورتيزون في الدم بتوصل لكام، هل هي في النسبة الطبيعية او اعلى من الطبيعي. كمان تحديد نسبة الكورتيزون في تحليل البول المجمع لمدة 24 ساعة، مش تحليل بول عادي، تحليل بول مجمع ل 24 ساعة. في حالة كوشنج بيكون نسبة الكورتيزون في البول مرتفعة
4 اضعاف النسبة الطبيعية، ولكن ممكن يكون اسباب تانية كتير مختلفة تسبب ارتفاع نسبة الكورتيزون. علشان كده تحليل بول المجمع 24 ساعة ده لازم يتم اجراءه 3 مرات، واذا كانت النسبة مرتفعة في ال3 مرات نقدر نجزم ان المريض ده قد يكون مصاب بمتلازمة كوشنج. قبل بقى ما اتكلم عن تحليل الهرمونات واللي فيها لخبطه شويه، ولكن هقولها لكم بطريقه مبسطه جدا علشان تفهموها. خلينا نعرف الاول ايه هو هرمون الACTH. هو هرمون منشط للغده الكظريه. الغده الكظريه دي وهي الغده اللي بتفرز الكورتيزون نفسه، فلما يكون الهرمون ده نسبته مرتفعة بينشط الغدة عشان تفرز كميات أعلى من الكورتيزون، فيكون نسبة الكورتيزون العالية دي سببه هو الهرمون ده. الهرمون ده بيتم إفرازه من الغدة النخامية ومن أماكن تانية مختلفة في الجسم، فلو عملنا نسبة الهرمون ده وكانت مرتفعة فيكون السبب يا إما الغدة النخامية أو الأجزاء الأخرى من الجسم اللي بتفرز الهرمون. لكن لو النسبة في الطبيعي يعني او منخفضة، بيكون السبب بقى في افراز الكورتيزون هو الغدة نفسها اللي بتفرز الكورتيزون، يعني مشكلة فيها، مشكلة في الغدة الكظرية المفرزة للكورتيزون. فاول تحليل هرموني بنعمله هو تحليل هرمون الACTH. كانت نسبته اقل من 1.1، معنى كده انه مش الهرمون ده المسبب لافراز الكورتيزون، وان مشكلة ارتفاع الكورتيزون تكمن في الغدة الكظرية، يعني هي المسببة لارتفاع نسبة الكورتيزون، هي اللي بتفرز الكورتيزون بنسب أعلى من النسب الطبيعية. وفي الحالة دي بيتم عمل أشعة مقطعية على الغدة الكظرية علشان نعرف لو فيها أورام أو فيها فرط نشاط، ونعرف السبب من ارتفاع نسبة الكورتيزون فيها. أما لو كان هرمون الACTH أعلى من 3.3، معنى كده إن قد يكون السبب هو الغدة النخامية، يعني أورام في الغدة النخامية أو أورام في أماكن تانية اللي بتفرز نفس الهرمون ده، وبالتالي هي اللي بتساعد الغدة الكظرية او بتنبه الغدة الكظرية علشان تفرز الكورتيزون. طيب لو عملنا نسبة الهرمون ده وطلع مرتفع وشكينا في الغدة النخامية، هل ممكن نعمل مثلا رنين مغناطيسي على الغدة النخامية ونشوف هل فيها فرط نشاط او لا، علشان نعرف هل السبب منها او من اجزاء تانية في الجسم؟ المشكلة في الرنين المغناطيسي انه في بعض حالات الاورام، يعني حوالي 40% من حالات اورام الغدة النخامية ما بيظهرش في الرنين المغناطيسي، ولكن التحليل الوحيد اللي بيتم اجراءه علشان نتأكد اذا كان الهرمون ده نسبته ارتفعت من الغدة النخامية او لا، هو ان احنا نسحب عينة دم من داخل الغدة نفسها، ويتم اجراء تحليل الACTH من العينة الدم المسحوبة من الغدة النخامية. وان كانت نسبة الهرمون ده مرتفعة في الدم اللي موجود داخل الغدة النخامية 3 اضعاف نسبته في الجسم، معنى كده انه ارتفاعه بيكون سبب ورم في الغدة النخامية. ولكن التحليل ده بيكون صعب شوية، وان احنا نسحب عينة من الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ بيكون يعني دقيق شوية، علشان كده بيرجع الأطباء لتحاليل تانية علشان يعرفوا عن طريقها إذا كان الهرمون ده مرتفع بسبب ورم في الغدة النخامية أو لا. قبل إجراء تحليل الـ ACTH من الدم المسحوب من الغدة النخامية، بيتم إعطاء المريض جرعة عالية من الدكساميثازون. في حالة الأشخاص الأصحاء لما بيتم إعطاء جرعة من الدكساميثازون بينخفض نسبة الكورتيزون في الدم، ولكن في حالة متلازمة كوشنج بيرتفع نسبة الكورتيزون أو بتظل مرتفعة وما بتنخفضش لو كان الشخص ده مصاب بمتلازمة كوشنج. اختبار تاني باستخدام الدكساميثازون برضو هو اختبار تثبيط الدكساميثازون باستخدام جرعات عالية منه. في حالة إن كان سبب كوشنج هو ورم في الغدة النخامية، بيقل نسبة الكورتيزون في الدم 50%، ولكن لو كانت نسبة الACTH مرتفعة بسبب ورم في مكان آخر في الجسم، بتفضل النسبة مرتفعة. معنى كده إن التحليل ده بيتم عن طريقه تحديد إذا كان سبب متلازمة كوشنج هو ورم في الغدة النخامية أو أورام في أماكن أخرى من الجسم مفرزة للهرمون اللي هو الACTH. وتحليل اخر باستخدام هرمون تاني هو هرمون CRH. لو تم اعطاء المريض نسبة من الهرمون ده ونسبة الكورتيزون في الدم عنده ارتفعت عن النسبة اللي كانت موجودة قبل كده، معنى كده ان سبب ارتفاع الكورتيزون هو ورم او مشكلة في الغدة النخامية. لكن لو نسبة الكورتيزون فضلت ثابتة زي ما هي، ما تأثرتش ولم تتغير نتيجة لإعطاء الهرمون ده، معنى كده إنه سبب إفراز الكورتيزون أو سبب زيادة الACTH هو جزء آخر في الجسم أو ورم تاني في الجسم سبب إفراز الهرمون ده.
انا عارفه ان موضوع التشخيص ده صعب شويه كده وفي شويه كلكعه، لكن حاولت ابسطه بابسط طريقه. لو عندكم اي سؤال عنه كمان اكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. بعد التحاليل الكتيره دي كلها بنقدر نحدد اذا كان المشكله هو هرمون الاي سي تي اتش او الغده الكظريه نفسها، او مثلا المشكله في ورم في الغده النخاميه. بيتم العلاج ازاي؟ العلاج بيتم عن طريق استئصال الورم ده بعمليه جراحيه، مفيش اي علاج تاني بيتم اخذه او اي حاجه او اي اجراء بيتم الا عن طريق استئصال الورم المسبب لارتفاع نسبه الكورتيزون في الدم. علشان ترجع مستويات الكورتيزون في الدم تقل، في بعض الحالات بيستأصلوا كمان الغده الكظريه نفسها، ولكن في الحالات دي لازم يكون المريض عايش بحياه يعني لايف ستايل معين، يعني بيكون بيعتمد على اخذ ادويه تحتوي على الكورتيزون عشان تعوض الجسم الكورتيزون اللي ما بيتمش افرازه دلوقتي. ولكن الحل او العلاج الوحيد لمتلازمه كوشنج هو العمليات الجراحيه. من الاسباب الخارجيه لمتلازمه كوشنج واللي بتحصل في بعض الحالات المرضى يعني، بيكون الاستخدام المفرط لبعض الادويه اللي بتحتوي على الكورتيكوستيرويدز، والاستخدام المفرط ده ممكن يكون هو السبب في فرط نشاط الكورتيزون في الدم. في النهايه اتمنى ليكم دوام الصحه والعافيه والشفاء العاجل لكل مريض. اسيبكم في حفظ الله، ورعايته، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.